السلام عليكم، أهلي فيكم في فيديو جديد أو نظرة أولية للأبل واتش 6. مثل ما نشوف العلبة نحيفة مرة، فرق كبير بينه وبين الأبل واتش 3 أو 2 أو 1، برضو كانت تقريبا الحجم حقه يوصله كذا، ما أنه ما في شاحن الحين والأشياء دي فقللوها. مثل ما نشوف أنا اللي شريت الأبل واتش 6 مع اللون الأزرق، فنفتحها معكم نشوف، والبندات الجديدة برضو راح نشوفها الحين. هذه الساعة وهذا الباند الحالة هنا. ففي العلبة في شيئين وبرضو نحيفة. نشوف أول شيء الساعة، مثل ما نشوف يجي معها قماش هنا على لون الساعة، برضو في الاس اي يجيك بلاستيك عادي، بس هذا هنا شوي قماش أو برضو كرتون ما يعتبر قماش. في الفايف والفور كان قماش يجي، مثل ما اشوف كرتون، توقعت ان قماش نفس الساعات القديمه، لكن اتوقع ارمز او ساعه ابل اديشن راح يكون معها الشاحن ويكون معها ممكن قماش من هذا. نفتح هنا مثل ما اشوف السلك المحول، مش موجود الشاحن هنا، بس تقريبا هذا الساعه. الفرق بينه وبين الفور والفايف من الخلف السنسرات الجديده اللي هنا موجوده من الخلف. الاس اي ما فيها سنسرات نفس اللي هنا، تكون نفس هذه، فانت بكيفك تبي الاي سي جي، تبي البلد اوكسجين، ما عندك الا 6. اذا كنت على الفور ترى فيها الاي سي جي ما راح تكون موجوده على الاس اي، فلا تتوقع انك بتسوي ابجريد تروح حق الاس اي من الفور ترى تفقد ميزات. برضو الوز اون، اذا كنت على الفايف فيها الوز اون، في الاس اي ما فيها. فاذا كنت على الانواع القديمه وتبي ميزات اكثر ما عندك الا ال 6. شكلها في الخارجي من جوانب ما في اي فرق، ما في اي فرق، فقط البلد اكسجين من الخلف. شغلنا نتركها معكم نشوف الباند اللي ماخذ انا هذا. طبعا اي باند، حتى الباند هذا يركب على الفور، يركب على الثري، يركب على اي نوع على حسب الحجم. الحجم الكبير يركب على الاحجام الكبيره كلها حق ابل واتش، الحجم الصغير راح يركب على الاحجام كلها في ابل واتش برضه. إذا جيت تطلب من أبل الآن الشكل هذا، الشكل الجديد اللي يكون ما فيه فتحات من هنا مثل ما نشوف ما ينفصل، فمن موقع أبل تقدر تفتح وجيت تطلبها يقول لك في ورقة تقدر تطبعها نفس هذه الورقة، تقصها عندك وتحطها على إيدك وتشوف المقاس المناسب لك عشان تطلب الباند نفسه. مثل ما نشوف هذه الفور الباند يركب عليها عادي، مضبوط ما في اي شيء. طبعا هذا ستريتش، فهي تقدر تكبره كذا مثل ما اشوف. طبعا اتوقع اني اخذت مقاس اكبر فلازم ارجعها، ارجع الباند نفسه. اتمنى اذا كل شخص اخذ هذه الحركه وحطها كذا ياخذ مقاس الاصغر، يعني مثلا جاتك 8 كذا او بين 8 اخذ 7، اخذ 6 عادل، ان هذا يتوسع معك شوي فبيركب على ايدك كويس. بس تقريبا هذه كل شيء وهذا اللي في الساعه، فنجربها معاكم الساعه ونشوف نعطيكم انطباعي بعد 3 أيام 4 أيام، كيف البطاريه، كيف الاي سي جي، كيف الاشياء كلها. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه واشتراك في حسابي سناب شات، اتشرف باضافتكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، وانتظروني في فيديو مراجعه كامله للساعه. السلام عليكم.